من المخالفات المرورية الشائعة والتي ظهرت بكثرة في محافظة بيت لحم، وأصبح لها مردود سلبي على السائق والراكب على حد سواء، كما امتد هذا المردود لمن يمشي على قدمي في الطريق، ألا وهو التنزيل الخاطئ من المركبات العمومية والخاصة، والمتمثل في الوقوف في منتصف الطريق وتنزيل الركاب من الجهة اليسار في المركبة، مما يتسبب في الكثير من الحوادث والاختناقات المرورية في طرقات بيت لحم وغيرها. لك ليش نزلت انت في نص الشارع؟ يميني مسكر وشمالي مسكر، وين بدي انزل؟ ما فيش مجال اصف على اليمين. طب انت شو بتطالب الشرطه؟ طالب الشرطه تقف تحط لنا محل على الترشمر، تعال لازم تحول لنا سياره، هو خالف هاي سياره بالصفان عشان السيارات بدنا ما يصفنش على اليمين في الطرقات، السيارات ورانا بزمره ما بنعرفش ننزل راكب على السبسه، معنا لجلجه يسيطر الواحد ما يسيطرش على المركبه، يسيطر يعمل مشكله مع الركبه بسرعه بسرعه على اساس انه ينزل على السريع. والغريب في الأمر أنه عندما تتوجه بالسؤال للسائق فإنه يلقي باللوم على الراكب، وأنه لم يعطه المجال للوقوف في المكان الصحيح، وعندما تسأل الراكب يرجع اللوم للسائق نفسه، وأنه هو الذي سمح له بل وطلب منه النزول بهذه الطريقة. وتتوافق الآراء حول الاعتراف بأن هذا التصرف وهذه الطريقة التي يتبعها الكثيرون في النزول من المركبة هو خطأ، وخطأ فادح، ولكن المسؤولية تقع على عاتق من وكيف لنا أن نحد من هذه الظاهرة. تعرف عليك؟ عوض مهرين البيت لحم. في عوض يعني شو داعي خلاك توقف في نص الشارع؟ فيش محل نصفي، فيش موقف، كانت في سيارة. هسا لا ما كانتش في سيارة. القانون بيسمح لك هذا الكلام؟ نعم. يعني أنت مخالف الآن؟ نعم صحيح. تعرف عليك؟ يوسف عدوان. يا سيد يوسف، انت قمت يعني بايقاف مركبتك في نص الشارع وتنزيل راكب منها، ليش؟ صحيح، لانه قدامي سيارات مسكرات الشارع. طب فيش مجال يعني تنزل قدام شوي تنزلوا على اليمين؟ في مجال بس ما هو فط على السريع يعني للراكب. طب انت اللي قلت انزل ولا هو اللي؟ لا والله هو اللي كان ينزل دلزل. على طول. مفروض انت كسائق برضه كمان يعني ترشدوا تعلموا انه لا. مظبوط صح. صح بتحكي، بس يعني احيانا نستغل الازمه احنا على اساس ننزل الراكب في اقرب مكان له يعني. اسئله نجد الاجابه تختلف لدى كل طرف من اطراف هذه العمليه. كما وأن الأمر المستغرب بأن العديد من السائقين والمستطلعة آراؤهم حول هذا الأمر، فإنه يرجع السبب الرئيس لعدم وجود أماكن ومواقف على جانبي الطريق تخصص لتنزيل وتحميل الركاب، مما يضطر السائق للتوقف في وسط الطريق، وبما أنه لن يكون مجال لكي تتجاوز المركبات عنها أثناء وقوفه، فإن التنزيل الخاطئ يصبح وكأنه مسموح، لأنه لن يعرض حياة أحد للخطر، فالطريق أصبحت مغلقة بشكل كامل من لحظة التوقف. يا سيد رائد، أنت وقفت في نص الشارع وقمت بتنزيل الركاب، مزبوط؟ نعم صح. ليش طيب؟ ما فيش محل على اليمين أصف ونزل راكب. فيش مكان؟ فيش، عندك اليمين كله مسكر، وين نزل راكب؟ أعرف عليك؟ عبد الرحمن الرحمن. يا سيد، أنت يعني سائق عمومي ونزلت راكب على الشمال، صحيح؟ صحيح. ليش؟ أنا طلع الباب اللي عندك منها فتح مرتين ثلاث ومسكر مع الباب، عاود مد إيده من برا فتح الباب وظل نازل. يعني الراكب اللي نزل لحاله أنت ما بتسمح له بالعادي؟ هو طلع الباب، أنت طلع الباب نفسه مسكر. طب إيش رسالتك للي بنزلوا على الشمال؟ طبعا غلط، ممنوع. والسائقين؟ الباب اليمين احيانا بتكون انت ماشي بقول لك يعطيك العافيه بترضاش توقف له، بفتح الباب وبجبرك انك انت توقف، يا اما بتدهس. يعني حق على الراكب الان. نعم صحيح. وعند النظر لحال الطرقات في مدينه بيت لحم فاننا نجد ان هذا الكلام صحيح في غالب الاحيان، فالشوارع لا مجال فيها فهي ضيقه بالاساس، ومركبات اصحاب المحل تغلق نصف عرض الطريق، فأين للمركبة التي تمر منه وتضطر لتنزيل الركاب أن تقف في ظل هذا الحال؟ يعطيك العافية. يعطيك العافية. تعرف عليك؟ محمد السليمان. يا سيد محمد، أنت سائق عمومي. نعم. يعني أخطأت ثلاث أخطاء مرورية. زي إيش؟ الوقفة في الشارع وتنزيل الركاب وتحميلهم. ما هو هذا احنا عملنا، فيش إن لا موقف لا على اليمين ولا على الشمال في اي مكان من عند البنوك او الهويات او الهوية الداخلية او
اي مكان، ما فيش الا موقف اللي نحمل وننزل فيه الركاب. يعني ماخذين يمين الشارع، وين نروح نحمل والنزل؟ يعني هذا الامر صح قانونا وصح يعني لسلامه قانونيا غلط، ولكن بدنا نعيش، احنا بدنا نعيش قانونيا غلط ولكن بدنا نعيش. انا الخطا انه نزل على الشمال لانه في نص الشارع، ما انه واقف، انا واقف تلقائي لانه في قدامي سيارات. نسمع راي الاخوان، شو رايكم في اللي صار؟ برضه في عكس من قدامه موقف سير، برضه ما بحبوش انه ينزل على الشمال. على الشمال انا يعني بحكي لك يعني بتفكير انه تنزيل على الشمال، وبرضه هو عارف نفسه، هو عارف نفسه، نعم هو الشوفير نفسه عارف انه غلط. طيب انت سمحت له، يعني طلب منك وسمحت له؟ هو قال لي انزل، انا شفت عشان ما تديش انزلها وواقفين، قلت له انزل. لا بس والله هو المفروض ممنوع، القانون قانون. طيب بدنا نلتزم فيها المره ان شاء الله رب. يعطيك العافيه، شكرا لك، حياك الله. لكن السؤال الملح في هذا الجانب، كيف عالج القانون الفلسطيني هذا الامر وهذه المخالفات المروريه؟ وهل اعتبرها ضمن المخالفات العشوائيه أم أنه تشدد في معالجتها بهدف القضاء عليها والحد منها؟ وهل يرتدع السائق الذي تحرر بحقه مخالفة ولن يكرر هذه المخالفة؟ هذا ما سنناقشه هنا في هذه الحلقة، وإن صح ما يطرحه البعض بعدم وجود أماكن للوقوف بسبب ضيق وعدم تخطيط الطرقات بشكل هندسي صحيح، فأين هو الحل؟ وكيف لنا أن نتغلب على هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية في مجتمعنا؟